الله الله على الأزهر الله 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 أكبر رمي الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا بتوفيق الله وعونه في حروف الجر عند قول ابن مالك رحمه الله ورحم الله الشراح ومنهم شارح هذا الكتاب ابن عقيل ورحمنا معهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. وقفنا عند قوله ومذ ومنذ اسمان، ويقرأ لنا الشيخ حميدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعض، فيقول المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل فجئت مدعا وإن يجر في مذي فكبن هما وفي الحضور معنى فاستبن. طبعا يعني الكلام يحتاج إلى بيان، ولو أنك نظرت في كلام الله وفي كلام عباد الله لرأيت فرقا شاسعا. هذا كلام واحد من العلماء، ومع أنه كان من العلماء الواصلين الذين جعلوا حياتهم لله وفي الله، إلا أن كلام البشر يكون على قدر البشر، وكلام الله على قدر كمال الله. القرآن متن، يعني القرآن متن من الله عز وجل يحتاج إلى بيان، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والألفية متن، إلا أن صاحب الألفية حاول بقدر المستطاع أن يضم المعاني في القواعد تحت هذه المباني مع الرصف على بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل. ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل، وجاء بالمثال كقولك جئت مذ دعا وإن يجر في مضي فكمن، يعني كالحرف من، هما أي مذ مذ ومنذ، وفي الحضور معنى في استبن. هذا يحتاج إلى كلام من الشارح ابن عقيل، ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا، فإنه صاحب الفتح والفيض. طيب اقرأ. تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا، بعدهما الاسم مرفوعا، أو وقع بعدهما فعل. إذا تستعمل منذ ومذ اسمين بشرط أن يقع بعدهما الاسم مرفوعا. طالما وقع بعدهما الاسم مرفوعا إذن فهما مبتدا وما بعدهما خبر، لأن الاسم إذا وقع بعد مذ ومنذ في هيئة المرفوع إذن هو خبر عن مذ ومنذ.
أو وقع بعدهما فعل. إذن في هذين الموضعين الفعل بعدهما أو الاسم بعدهما في حالة الرفع، إذن تكون مذ ومنذ إيه؟ اسمين. فمثال الأول، فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا. فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ، وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. ومثال الثاني جئت مذ دعا، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت. يعني إذا رأيت بعد مذ الاسم في حالة الرفع إذن ستكون مذ ومنذ اسمين. طيب كيف تعرب؟ اختلفوا في الإعراب، قال بعضهم تعرب مذ ومنذ مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، ويوم الجمعة هذا هو الخبر، منذ يوم الجمعة ما رأيته. طيب الفعل عندنا رأى يحتاج إلى مفعولين، رأيت محمدا كريما، إذن حينما تقول رأيت محمدا كريما رأيت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول، كريما مفعول ثاني. وإذا أعملتها بمعنى أبصرت، رأيت محمدا يعني أبصرته، إذن كريما حال، حالة كونه إيه؟ كريما. الفعل رأى بمعنى أبصر، أبصرت محمدا، رأيت محمدا، إذن رأى البصرية تحتاج إلى إيه؟ مفعول واحد. لكن حينما تستعمل رأى علمية، إذا رأيت بمعنى علمت، فإذا قلت رأيت على معنى علمت إذا تأخذ حكم علمت، علمت محمدا كريما كم مفعولا نصب؟ مفعولا. إذا حينما تأتي رأى بمعنى علم إذن أيضا تحتاج إلى إيه؟ مفعولين. وعلى هذا الحال رأى إما أن تحتاج إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى إيه؟ أبصر. تحتاج إلى مفعولين إذا كان بمعنى إيه؟ عالم. طيب أنت حينما تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة وأعربت مذ مبتدأ ويوم الجمعة خبر، أو على الرأي الثاني يوم الجمعة مبتدأ ومنذ خبر مقدم، أين المفعول لرأى؟ هذه الجملة، هذه الجملة منذ أو مذ يوم الجمعة تكون بعد إعرابها من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول أو سدت مسد المفعولين، إذن هذه الجملة تكون في محل إيه؟ نصب مفعول رأى إذا كانت بصرية، وسدت مسد المفعولين إذا كانت رأى إيه؟ علمية. فهم؟ الحمد لله. طيب نحن عندنا في الفعل رأى شيء آخر، هناك رأى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك، إذن هنا تكون لا بصرية ولا علمية، إنما تسمى رأى
الحلمية. رأى إيه؟ وهي بمعنى شاهدة أيضا، يعني تنصب إيه؟ ها؟ مفعولا واحدا. إذا رأى تنصب مفعولا واحدا إذا كانت في الرؤيا أو إذا كانت بمعنى أبصرة. إذا رأى البصرية أو الحلمية تنصب مفعولا واحدا. أما إذا كانت رأى العلمية بمعنى علم فإنها تحتاج إلى إيه؟ إلى مفعولين. شيء آخر، حينما نأتي بالمضارع من رأى تقول رأى يرى، إني أرى، إذن حينما تقول رأى المضارع منها إيه؟ يرى. وأصلها إيه؟ وأصلها يرأيو على وزن إيه؟ يفعل. إذن رأى يرى في المضارع أصلها إيه؟ يرأيو. لكن حينما تقول يرأيو فيها همزة، والهمزة ثقيلة، والعرب لا تحب الثقل. العرب حياتهم خفيفة، كلماتهم لطيفة، لو وجدوا فيها همزة فإنهم يحذفونها للتخفيف. إذن حينما رأوا في الهمزة شدة أخذوا فتحتها، لأن الفتحة خفيفة، فأخذوها من الهمزة وجعلوها على الراء وحذفت الهمزة. إذن ماذا حدث؟ ألقيت فتحة الهمزة على إيه؟ على الراء قبلها، وحذفت الهمزة تخفيفا. واضح؟ أصبحت يرى يو، صارت إيه؟ يا را يو ثقيل، لياء مع الضمة مع الفتحة قبلها ثقل آخر. إذا تخلصنا من ثقل، وقعنا في إيه؟ في ثقل. ماذا نصنع؟ قالوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فالقاعدة أن تقلب الياء إيه؟ ألفا. إذن الياء قلبت إيه؟ ألفا. لماذا؟ لتحركها وانفتاح إيه؟ ما قبلها، فصارت إيه؟ يرى. إذن يرى فعل مضارع من رأى، والأصل يرأي. نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفت الهمزة إيه؟ تخفيفا، فصارت الكلمة إيه؟ يا را يو. ماذا صنعنا في الياء الثقيلة؟ رأيناها متحركة وانفتح ما قبلها. والقاعدة إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما تقلب الياء أو الواو إيه؟ ألفا. وبهذا ترى الكلمة خفيفة، رأى والمضارع منها إيه؟ يرى. طبعا أول الفعل المضارع حرف من حروف إيه؟ أنيت. حروف إيه؟ وأنيت تجميع لحروف المضارع، الهمزة والنون والياء والتاء. يعني تقول يرى وأرى ونرى وترى. إذن كل هذه الصور للفعل المضارع، والذي أتى بالصور حرف المضارعة. حرف المضارعة واحد من هذه الأربعة. يقولون أنيت أو يقولون نأيت، لأنهم وجدوا للكلمة معنى. أنيت يعني جئت في الحال، هذا معنى أنيت. لكن نأيت بعدت،
ولذلك الكلمتان على الضد، كل كلمة على ضد الأخرى. أنيت جئت في الوقت، لكن نأيت بعدت. لكن على كل حال وتجميع الأحرف، أنيت الهمزة النون الياء التاء. طيب هات الأمر، رأى يرى الأمر بحذف حرف العلة، لأن فعل الأمر مبني، وإذا كان آخره حرف علة فإنه يكون مبنيا على حذف حرف العلة. إذن سنحذف الألف التي قلبت عن الياء، فصار عندنا إيه؟ حرف واحد الراء. فماذا تقول؟ راء لابد أن تقف على شيء، لأنك بدأت، طالما بدأت لابد أن تقف. قالوا يؤتى بهاء السكت، بهاء إيه؟ فتقول إيه؟ ره. إذن ره أمر من إيه؟ من رأى يرى ره. ولذلك الفعل على هذا الحال، رأى هذا هو الماضي، المضارع إيه؟ يرى، الأمر إيه؟ ره. نحن قلبناها صرفا. متعب؟ الحمد لله. هذا يعني تصريف للكلمات من خلال ما عرف عن العرب. والذي أقوله من ناحية أنه ثقيل وأنه ألقيت الحركة على كذا، هذا كلام الصرفيين. أما العرب فإنهم لا يعلمون هذا أبدا، وإنما يقولون بما في أنفسهم على طبيعتهم وسجيتهم. ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعربه. يعني ما أقوله يكون إيه؟ صحيحا وسليما. طيب هناك فعل آخر حتى لا أدع المجال ناقصا، لو أنك زدت الهمزة، همزة التعدية على الفعل رأى، تقول أرأيا، مثل أكرم. أنت حينما تقول أكرم محمد عليا، إذن أكرم فعل إيه؟ فعل ماض. الهمزة في أكرم كالهمزة في أرى، تسمى همزة إيه؟ تعدية، يعني تعدي الفعل. إذا كان لازما يصير متعديا، إذا كان متعديا لواحد صار متعديا لإيه؟ لاثنين، متعديا لاثنين يصير متعديا لإيه؟ لثلاثة. ولذلك تسمى همزة إيه؟ تعدية. ولها عدة معاني الهمزة، إلا أنها إذا جاءت على الفعل الثلاثي فصار رباعيا فإنها في أغلب الأحوال تسمى همزة إيه؟ تعدية. طيب الفعل أرأي هل سيظل على هذا الحال؟ لم ينطق العربي بالفعل هكذا، وإنما قال أرى ماضيا، أرى إيه؟ ماضيا، وليس أرى المضارع من رأى، وإنما أرى بهمزة التعدية. لكن أرى التي هي مضارع هذه همزة المضارعة، ولذلك ربما سمعت الفعل أرى فانظر الأسلوب الذي جاء فيه الفعل، كان الأسلوب على المضي فالهمزة للتعدية، وإن كان الأسلوب يدل على الفعل الحاصل الآن الرؤية، يعني الرؤية الآن، إذن الهمزة همزة الإيه؟ المضارعة. ولذلك اللغة تحتاج إلى حس، يعني الإنسان يتحسس المعنى تحت الكلام. فإذا قلت
أرى بهمزة التعدية، إذن الفعل أصله أرأيا على مثال أكرم. ماذا حدث؟ أيضا ألقيت همزة، حركة همزة الفعل على الساكن الصحيح قبلها، يعني الفتحة التي على الهمزة ألقيت على إيه؟ على الراء، وحذفت الهمزة. نفس الكلام الذي قلناه، إذن نلقي حركة الهمزة على إيه؟ على الساكن الصحيح قبلها وحذفت الهمزة، فصارت أريا. هناك في المضارع أريو، هنا في الماضي إيه؟ أريا. أيضا يقال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب الياء إيه؟ ألف، فتصير إيه؟ أرى. هذا ماض. هات المضارع. المضارع من الرباعي، من الماضي الرباعي، يضم أوله، وسوس في المضارع إيه؟ يوسوس، زلزل يزلزل، دحرج يدحرج، أرى يري. إذن أرى مضارعه إيه؟ يري. واضح؟ طيب، وعند الأمر يحذف الحرف الأخير لأنه حرف إيه؟ عل، ويحذف حرف المضارعة وتؤتى أو يؤتى بالهمزة، أكرم يكرم، هات الأمر أكرم. إذن اجتلبت الهمزة فصار الفعل ها أري. واضح؟ إذن أرى المضارع إيه؟ يري، والأمر أري. إذن الفعلان رأى وأرى الاثنان في الزمان الماضي، رأى وإيه؟ وأرى في الزمان الإيه؟ في رأى تقول المضارع إيه؟ يرى، والأمر ره. طيب، أرى في الماضي المضارع إيه؟ يري، والأمر أري. اتضح؟ هذا درس في الصف، فهم؟ حتى إذا مررنا على أي فعل جاء من الرؤية عرفناه. فحينما يقول ما رأيته نفي، مذ يوم الجمعة إذا ما نافية، رأيته فعل وفاعل ومفعول أول، أين المفعول الثاني؟ منذ يوم الجمعة، مبتدأ وإيه؟ وخبر. جعلت الأول مبتدأ فالثاني، أو الثاني مبتدأ فالأول إيه؟ والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان لرأى، وتكون هنا علمية. واضح؟ وإذا جعلتها بصرية ستكون الجملة في محل نصب حال، محل نصب إيه؟ يعني ما رأيته حالة كون ذلك في يوم الجمعة. فهم المعنى؟ الحمد لله. وإذا قلت مذ شهرنا، إذن شهرنا خبر للمبتدأ وهو مذ، ومذ مبني على السكون في محل إيه؟ رفع، إما مبتدأ وإما إيه؟ خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول أو في محل نصب إيه؟ حال. يعني ابن عقيل رحمه الله كان يعطينا على رأي شيخنا يسري
يقول يعطينا إشارات، وعلينا بهذه الإشارات أن نبين بالعبارات. يعني لا يكفي أن تقرأ ابن عقيل قراءة يعني تسير، لا، قف عند كل مثال، لأن الشيخ أشار، لأنه يجمع العلم كله في هذا الشرح الوجيز. ورحم الله شيخنا محي الدين عبد الحميد الذي عاش للعلم طيلة حياته، فعلق على هذا الكتاب تعليقا ما رأينا تعليقا يصل إليه من بعد، الذين كتبوا من بعده حتى الذين كتبوا في أيامه أخذوا منه ووضعوا في كتبهم، إذن عاشوا على عطاء الله له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، له شرح في كل في أغلب كتب النحو، على أوضح المسالك وعلى الأشموني وعلى شذور الذهب وعلى مطالع السرور، يعني الشيخ عليه رحمة الله. قال الشيخ ابن عقيل رحمه الله: ومثال الثاني، قلنا إن مذ ومنذ يقعان اسمين إذا جاء الاسم مرفوعا أو جاء بعدهما إيه؟ الفعل. كما إذا قلت جئت مذدعا، جئت فعل وفاعل، ومذ مبتدأ، ودعا فعل ماض مبني على إيه؟ على فتح مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن الفتحة تتعذر على الألف، والألف يتعذر عليها كل حركة. وأين الفاعل؟ أم جاء الفعل بلا فاعل؟ دعا هو، ولذلك الفاعل مستتر جوازا تقديره إيه؟ دعا هو. طبعا نقول جوازا لأن الظاهر يمكن أن يحل في محل الضمير، يعني جئت مذدعى محمد مثلا، إذا دعا فعل ماض والفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون إيه؟ مستترا. وإذا كان الظاهر يأتي فالاستتار جائز، دائما الاستتار يجوز إذا كان الظاهر يأتي، أما إذا كان الظاهر لا يأتي فالاستتار إيه؟ واجب. ولذلك أنت حينما تأمر إنسانا وتقول له استقم، إذا استقم فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره إيه؟ أنت، لأنه لا يظهر أبدا. فالفاعل إذا كان لا يظهر فنقول إن الاستتار فيه إيه؟ واجب. لكن هنا الاستتار جائز لأنه يمكن أن يأتي الظاهر. ثم نقول: والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إيه؟ مذ. وهذه الجملة من المبتدأ والخبر تتعلق بجئت تعلقا، جئت حالة كون المجيء من وقت دعوته لي، إذن فالجملة في محل نصب إيه؟ حال. إذن حينما تقول جئت مزدعى، جئت فعل وفاعل، ومذ مبتدأ، ودعا فعل ماض، والفاعل مستتر فيه جوازا تقديره إيه؟ هو. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ وهو إيه؟ مذ. والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب إيه؟ حال، لأن المعنى هو الذي يعرب المبنى، ونحن دائما نقول الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع إيه؟ المعنى. هنا يقول
يقول واسم اقرأ وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا. وعلى هذا يعني تكون مذ ومنذ فيها اتساع، يعني إذا أردت أن تجعلها حرف جر فلك هذا وأنت حر ولن تضر، وإذا أردت أن تجعل مذ ومنذ في حالة أعلى فاجعلهما اسمين ويعربان إما مبتدأ وإما إيه خبر، والذي بعدهما يكون مرفوعا، وإن جاء الفعل بعدهما يكون الفعل مع الفاعل في محل رفع خبر. وبعضهم سهل الأمر وقال مذ هذه بمعنى وقت، هذا جئت مزدعى يعني جئت وقت دعائه لي، وتكون بمعنى الوقت ففيها ظرفية، والظرفية أيضا تدور حول الحالية، يعني جئت في الحال الذي دعاني فيه في الوقت الذي كلمني فيه، ولذلك يعني تجعلها حالية تجعلها ظرفية، الأمر كله يدور على المعنى. إذا مذ ومنذ إما أن يكون اسمين وإما أن يكون حرف إيه جر بحسب ما بعدهما، حسب إيه ما بعدهما. وهذا يدل على اتساع اللغة، على أن اللغة الكلمة فيها واحدة بشكلها وحركاتها وسكناتها، لكن نراها مرة في باب الأسماء ومرة في باب إيه الحروف، يعني تكون اسما وتكون إيه حرفا. تفضل يا سيدي. قوله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من وعن وباء زيد ما، يعني ستأتي ما زائدة على من وعن والباء، فلم يعق عن عمل قد علم، يعني يبقى العمل لمن وعن والباء. تفضل يا سيدي. تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. طبعا في القرآن الكريم لا يجوز شرعا أن يقال فيه حرف زائد، لأن كلمة زائد ربما أوحت إلى السامع أنه لا قيمة له، وهذا كلام الله، ولذلك من الأدب أن يقال الحرف هنا صلة، حرف إيه صلة، يعني وصل لمعنى، جاء في مكانه لإفادة إيه معنى من المعاني. وكما اتفقنا من البداية أنه كلما زاد المبنى زاد إيه المعنى، يعني طالما أن الحرف وجد إذن لابد له من زيادة معنى. يقال عند النحاة زائد، هذا في كلام العرب وهذا في كلامهم، لكن عند كلام الله فإنه ينزه عن هذه التسمية، ولذلك يسمى حروف الإيه الصلة. فحينما تسمع قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، هذا المقطع في سورة نوح، وسيدنا نوح عليه السلام
كان من أوائل الأنبياء المرسلين بعد نبي الله آدم وسيدنا نوح، كان على ما عرفنا في التاريخ في زمن كانت فيه قوة البدن، لذلك كانوا يعيشون على قوتهم وهم كافرون بربهم. ودعاهم سيدنا نوح في زمن طويل، دعاهم 1000 عام إلا 50 عاما، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع هذا قال سبحانه: وما آمن معه إلا قليل. وهذا يدل على أن هؤلاء الناس كانوا جاحدين كافرين لا يعترفون بعقولهم، وإنما يعيشون على أبدانهم وقواهم، ولذلك أخطأوا كثيرا. فبسبب أخطائهم أغرقوا، يعني أغرقهم الله عز وجل بالماء. والماء حينما تشربه وحينما تستعمله تراه فيه السلاسة وفيه كل ما نحتاج إليه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صحيح، لكن كان عذابا على قوم نبي الله نوح مما خطيئاتهم. إذن جاءت ما هنا صلة ليس لها عمل. إذن هي وصلت لماذا؟ للتوكيد على المعنى، وهو أن الخطايا تجلب البلايا. الخطايا تجلب البلايا على الإنسان، ولذلك من كان كذلك على مدى زمان الحياة فإن الخطايا تجلب عليه البلايا. مما خطيئاتهم أغرقوا. والواحد يعجب حينما يرى نبي الله نوحا عليه السلام له من أولاده من آمن ومن كفر، من آمن معه كان معه في السفينة مع القليل، وهناك ولد له قال: يا أبتي لا، أنا سأذهب إلى الجبل، لأن العقل يقول هكذا، المطر ينزل، إذن استتر منه في قمة الجبل، لأنه معلوم بأن المطر إذا نزل وصل إلى الأماكن المنخفضة، حتى لو كان على قمة الجبل نزل. إذن العقل يقول لك إذا كان هناك من مطر فاصعد الجبل. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن هو اعتصم بغير الله، ومن يعتصم بغير الله ضاع، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك على الإنسان أن يجعل اعتصامه بربه، وأما الاعتصام بغير الله رأينا في ولد نبي الله أنه اعتصم بغير الله فهلك. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رد عليه وقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا فيه إشارة ودرس عملي لكل من عاش الحياة: إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى فعليك بالاعتصام بالله وحده لا شريك له، وإذا اعتصمت بغير الله صرت كولد نبي الله نوح عليه السلام، ولد نبي الله، ومع هذا حينما اعتصم بغير الله هلك مع الهالكين. ولما أراد
نبي الله نوح عليه السلام أن ينادي ربه: يا رب إنه من أهلي. رد عليه المولى عز وجل قائلا: إنه ليس من إيه؟ من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني عامل عملا لا صلاح فيه، فكان حظه كالكافرين. ولذلك أعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله: يا فاطمة بنت محمد اعبري فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عماه يا عباس اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان يا فلان يا فلان، نادى عليهم بالاسم: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم، يعني في يوم القيامة، وتأتوني بأحسابكم. ولذلك لا حسب ولا نسب، وإنما نسبك عملك، حسبك عملك، مما خطيئاتهم أغرقوا، حتى وإن كان من صلب نبي الله نوح عليه السلام. هذا تعليم وهذا إرشاد. وقوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، فيه طباق، يعني لما أغرقهم الله بعذاب الدنيا أدخلوا نارا عند مليك مقتدر، من الإغراق إلى الإحراق، وذلك أمر الله، ولن يستطيع أحد أن يرد قضاء الله، لأنه لا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. مما خطيئاتهم، وأتى بخطيئات، يعني ليست خطيئة واحدة، إنما هي إيه؟ جمع. لماذا؟ لأنهم عاشوا طويلا، كانوا يعيشون بالألف عام والآلاف، مع طول أعمارهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فكثرت خطاياهم، فمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله إيه؟ أنصارا. إذن من دخلت عليها ماء ولم تؤثر في المبنى، ولكنها أثرت في الإيه؟ في المعنى، وهي صلة. عما قليل ليصبحن نادمين، عن قليل يعني بعد قليل، وجاءت ما هنا لتدلل على تقليل ما بعدها، يعني تقليل القلة، لأن عمر الإنسان مهما طال فلا بد من النهاية. عش ما شئت فإنك إيه؟ ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذن عما قليل يعني بعد قليل، وهذا القليل فيه قلة، لأن ما لما جاءت صلة قللت ما بعدها، وجعلت ما بعدها أقل مما هو فيه. عما قليل ليصبحن نادمين، يعني سترى هؤلاء الناس الظلمة الذين عاثوا في الأرض بالفساد وظالموا العباد، ستراهم نادمين يوم التناد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذن ليصبحن نادمين، لماذا؟ لأن الأمر صار لله، وما دام قد صار لله إذن ليصبحن نادمين، لأنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بأموالهم ولا بقوة سلطانهم، لأنهم ضاعوا وضاع ما كان لهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عما قليل ليصبحن نادمين. وأيضا جاء قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما هنا جاءت صلة لتبين أن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعلى من كل رحمة في أي واحد من عباد الله إلى يوم القيامة.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال مولاه فيه: وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. ومعنى العالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى، يعني هو رحمة للذين سبقونا من الأمم السابقة وستكون في يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للذين كانوا من حوله والذين جاءوا من بعده بشريعته، وهو رحمة للإنس والجن ولكل ما سوى الله تبارك وتعالى. حتى جاء في الأخبار أن السماوات فيها الملائكة، فكانت السماوات فرحة وتفتخر على الأرض بأنه لا يوجد بها من يعصي الله. السماوات فيها الملائكة، هل هناك من يعصي الله في السماء؟ لكن العصيان في أي مكان؟ في الأرض. فلما ولد صلى الله عليه وسلم وأعلن في الملكوت أن خير مولود محمدا صلى الله عليه وسلم ولد على ظهر الأرض، فشرفت الأرض كلها برسول الله. إذن تحولت الأرض برسول الله إلى شرف عال أعلى من شرف السماوات. ولذلك الملائكة قالت: يا رب، هذا يعني لا يوجد في السماوات من يعصيه، ومحمد أشرف الخلق على الإطلاق يكون في الأرض. إذن يا ربي نريد أن يشرفنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السماء تحتاج إلى هذا الشرف الذي نالته الأرض، فكان المعراج إلى السماء لتشرف السماء برسول الله. هذا ما قاله أهل التحقيق، قالوا يعني المعراج كان إلى السماء، كان يمكن أن يكلم الله رسوله كما كلم موسى، لكن لماذا عرج به إلى السماوات؟ لأن الله عز وجل أراد أن يكون شرف نبينا صلى الله عليه وسلم كما كان للأرض يكون لإيه؟ يكون للسماوات، فشرفت السماوات بلقاء رسول الله صلوات الله عليه. ولذلك هذا له يعني كلام في السيرة وموضعه في يوم الخميس. وفي الآية: فبما رحمة من الله لنت له، يعني بسبب ما فيك من رحمة كان منك ما كان من لين للكبير وللصغير وللضعيف، حتى إن القوي حينما يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقفه عند حده فهذه رحمة من رسول الله عليه. ولذلك الشاعر قال: فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. وهذه ليس قسوة وإنما هي إيه؟ رحمة. لماذا؟ لأن الوالد أحيانا يرى أن ولده عاب في واحد، في رجل كبير، وعاب فيه وزاد، فماذا يفعل الوالد؟ هل إنه يأخذه باللين؟ لا، يصفعه. لماذا صفعه؟ لأنه أراد أن يعدل منه. إذا رحمه، لأن تعديله فيه إيه؟ رحمة، وفيه تكريم للرجل الذي عاب فيه حيث وقف بجانبه ولم يقف بجانب إيه؟ ولده، وإنما عدل ولده تكريما لهذا الرجل الكبير. وهذا ما رأيناه في آبائنا وأجدادنا الذين
عرفناهم على هذه الهمم العالية، يربون بهذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على أعلى درجات الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. إذن الميم جاءت في فبما من باب الصلة لبيان أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدلها رحمة، وإنما هي رحمة بعد رحمة الله رب العالمين. وقد ورد أن رب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن شئت جعلت أمر أمتك بيدك. قال: لا يا رب، أنت أرحم بأمتي مني. يعني إذا كان في من رحمة فهي منك، إذن أنت أرحم. فقال سبحانه: وعزتي وجلالي لا أخزيك فيهم أبدا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما قاله النحاة تزاد ماء، وفي القرآن يقال إيه؟ صلة. توصل ماء بمن وعن والباء، ويبقى العمل. يبقى إيه؟ العمل. إذن هي ليست ما كافة، ما تكون كافة حينما تدخل على إن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا دخلت على إن فإنها تكفها عن الإيه؟ عن العمل. لكن إذا دخلت على حرف جر فإن حرف الجر يبقى على ما هو عليه. ولذلك حينما تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإنه يعني يجب عليك أن تقف هنا وتقول: نعم، إن لضعفها بطل عملها بوجود إيه؟ ما. ولذلك قالوا عند إعرابها: إنما كافة ومكفوفة. كافة ما، مكفوفة إن، إنما كافة وإيه؟ مكفوفة. الأعمال مبتدأ، وبالنيات جر ومجرور متعلق محذوف إيه؟ خبر. إذا ما بعدها يعرب كما لو لم تكن إنما موجودة. طيب، هذا ما قاله في البيت السابق. نعم يا سيدي. وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل، كقوله: فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. زيدت ما بعد إيه؟ بعد الكاف، لأن الكاف ضعيفة ومهمتها التشبيه، يعني مهمة الكاف في المعنى وليس في الإعراب. فالكاف حينما تأتي ما عليها فإنها توقفها عن العمل، يعني عن الجر، ولكن يبقى المعنى وهو إيه؟ تشبيه. يعني محمد كالأسد، التشبيه والجر. لكن حينما تقول محمد كما الأسد ماذا حدث؟ ما كفت عن الإيه؟ عن العمل، وأصبحت الأسد مرفوعة. ومن هنا نقول إن الكاف لضعفها، لأنها دائما تدل على معنى التشبيه، وأما كونها جرة فهذا أمر ضعيف، فإذا جاءت ما كفتها عن الإيه؟ عن العمل. ولذلك تقول: فإن الحمر من شر المطايا. الحمر هي جمع حمار، يقال الحمر والحمر، يعني في جمع حمار تقول حمر وتقول إيه؟ حمر. من شر المطايا، العرب عندهم يعني الحمار يدل على البلادة، ولذلك إذا سب الواحد فيهم الآخر يقول: أنت حمار،
لماذا؟ لأنه يعني بليد، مع أنه يعني من الدواب التي تتحمل عناء الناس وتنقله من بلد إلى بلد، لم يكن يعني له أن يبلغه إلا بهذه الدابة، لكنهم أخذوا المعنى فيه. فإذا شبه واحد بهذه الدابة أخذ المعنى من البلادة. طيب يعني ألم تأخذ الصبر فيه؟ ألم تأخذ تحمل ما يعني ما فيه للناس؟ لا، هم أخذوا المعنى الذي أتعب الناس. فإن الحمر من شر المطايا، ويريد أن يركب على الأفراس ويعني على الجواد. كما الحبطات شر بني تميم. الحبطات جمع حبطة، وقالوا هؤلاء بنو الحارث ابن عمرو ابن تميم، وكان أبوهم الحارث ابن عمرو في سفر، فأكل أكلا انتفخ منه بطنه فمات، فصار بنو تميم يعيرون بالطعام. إذن الحبطات هؤلاء الناس، لأنهم يموتون من الطعام، يعني يأكلون حتى الموت. ولذلك يقول كالذين يأكلون حتى يصلون إلى درجة الموت، يعني كأنهم يعيشون على بطونهم. وهذا عيب في الإنسان، يعني إذا كان يعيش لبطنه فإنه يكون شرا من البهيمة. كان شيخنا الجعفري يوصينا ونحن طلاب في أيام الامتحانات، يقول لا تكونوا كما قال المغربي. الشيخ يقول هذا، ماذا قال المغربي؟ قال المغربي يقول تأكل بالمكيال، يعني كثيرا تكيل تأكل، تشرب بالمنطال، تشرب كثيرا، يعني أكل كثيرا وشرب كثيرا، ماذا يكون بعد؟ سينام كثيرا. ولذلك قال تأكل بالمكيال، تشرب بالمنطال، تنام الليل ما طال، وتعد نفسك من الأبطال. هذا كلام ما يقال. يعني أنت إذا أردت أن تكون من الذين يجاهدون ويجتهدون، فعليك أن تأكل الطعام على هيئة التبلغ، بلغة قالها الإمام الشافعي. وعليك أن تكون بعد ذلك في الشراب على قدر، وتجعل الوقت كله للجهاد وللعلم. فهؤلاء الناس كانوا يعيشون لبطولهم، قالهم شر من الحمر، لأن البهيم إذا أكل وأحس بالشبع كف عن الطعام، لكن الإنسان أحيانا يأكل حتى يزيد على الشبع، فإذا زاد على الشبع حصل له ما حصل لهؤلاء الناس، يموتون من الطعام لا من الجوع. ولذلك يعني يقول فإن الحمر من شر المطايا كالحبطات، يعني كهؤلاء الناس الذين يموتون من الأكل والطعام والشراب. فلما جاءت ما زائدة كفت الكاف عن العمل. ولذلك الحبطات مبتدأ وشر خبر وشر مضاف، وبني مضاف إليه، بني مضاف وتميم مضاف إليه. تفضل يا سيدي. وقوله ربما الجامل المؤبل في مؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. هو يصف في هذا البيت الجمال والأفراس. الجامل يعني الجمل الذي صار قائدا للجمال من حوله. الجمال فيها كما يكون للإنسان، فيها ما من يقود. فالجامل أي الذي صار قائدا لبقية الجمال من حوله، مؤبل يعني مشى أمامهم. ثم يقول
العناجيج يعني الأفراس، بينهن أفراس صغار المهار، فربما، ولذلك دخلت بقى على إيه؟ على ربا. وزيدت ماء فكفتها عن العمل، فصارت الجامل المؤبل فيهم، يعني الجامل الذي صار قائدا للجمال، وأيضا العناجيج بينهن المهار، يعني الأفراس الجيدة المرتفعة التي يكون عليها الكر والفر، وهناك مهار صغار بين العناجيج. والشاهد ربما دخلت ما على ربا فكفتها عن الايه؟ عن العمل. وقف عن العمل هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.